مشاهدينا نحييكم من جديد بعد قليل. شباب قبيلة بني هلال يدافعون عن أنفسهم وعن الإتهامات الموجهة إليهم بأنهم يمتلكون الأسلحة ويوزعون المخدرات وأنهم تستخدمهم جماعة الإخوان وأن الفتنة اشتعلت لأنهم احتجوا على لقاء المشير السيسي بالنوبيين وتأييد النوبيين للمشير السيسي وبالتالي اشتعلت الفتنة. ده الجزء الأخير من هذه الحلقة وبعد قليل هيبقى عندنا مناقشة تتعلق بالحرس الجامعي، هل يعيد مصطلحا سيء السمعة ولا أصبح هو الحل في مواجهة استخدام جماعة الإخوان للجامعات؟ الآن مناقشة تتعلق بالنقاب، لا علاقة لها بالجدل الديني لكن لها علاقة بالواقع العملي، خاصة أنه المناقشة تنطلق من واقعة حدثت في أكاديمية الشروق وهي جامعة خاصة. الواقعة تتعلق بأنه الأستاذة إيمان رسلان الكاتبة الصحفية ونائب رئيس تحرير مجلة المصور قامت بطرد طالبة منتقبة بسبب نقابها، احتجاجات كثيرة ووقفات احتجاجية. هل يتعارض هذا مع الحرية الشخصية ولا هي قامت بواجبها فيما يتعلق بالحرص الشديد على التعرف على شخصية الطالب والطالبة وأيضا أنه المسألة قد تدخل في نطاق ما يهدد الأمن؟ أستاذة إيمان رسلان الكاتبة الصحفية نائب رئيس تحرير صحيفة المصور وبطلة الواقعة اللي بسببها في احتجاجات كثيرة ووقفات احتجاجية، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. في المقابل دكتورة شهندة الورداني المستشار الإعلامي لوكالة أخبار اليوم. دكتورة شهندة أهلا بيكي. أهلا بك. خليني أخذ أحد شهود الواقعة. أولا الطالب محمود سامي ومحمود من الطلبة أيضا، يعني عنده تفاصيل الواقعة وهو تضامن مع الطالبة المنتقبة آية عبد الغني في الوقفات الاحتجاجية وأيضا دخل في الهاشتاج اللي رفع شعار اطردوا إيمان رسلان ردا على عنصريتها. محمود أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ وائل وأهلا بضيوفك وبحيي أستاذة شهندة على وجودها في مجال الإعلام وهي منتقبة. طيب نحيي الجميع، يعني لا نميز بين نحيي الجميع. أنا قلت نحيي الجميع. نحيي الجميع. أنا بس حكاية لا تمارس العنصرية، أنت داخل عشان تحتج على العنصرية. أنا مش عنصري خالص، بالعكس خالص خالص. طب ليه ما حييتش الدكتورة إيمان؟ أنا قلت أحيي الجميع وأحيي الأستاذة شاهين على وجودها في مجال الإعلام وهي منتقبة. المجال إعلام صعب جدا إن طيب. في بنت تكون منتقبة في المجال، بس هي ما شاء الله واضح إن هي جريئة جدا وفي المجال، يعني حاجة تشكر عليها يعني. طيب خليني أستاذ أستاذة إيمان، على فكرة أستاذة إيمان أستاذتي كان ادتني السنة دي، يعني شكرا على الوقت اللي قضيته معانا يعني. طيب ادتني يعني هو خلص ولا ما هو أنا لسه في ثالثة. أنا لسه في ثالثة لسه في ثالثة. طيب محمود إيه الواقع؟ إيه اللي حصل؟ يعني لماذا هذه الاحتجاجات؟ لماذا هذا الغضب الذي تنظمون وقفات احتجاجية من أجله؟ لماذا؟ طيب أنا أولا أحب أحيي طبعا الطلاب يعني مناصرتهم زميلتهم آية عبد الغني اللي حصلت فيها الواقعة، واحنا مش الموضوع عندنا مش آية شخصية، لا هو الفكرة في اللي حصل نفسه في الإهانة النقاب، وأنا هفرض اللي حصل كما نشرته آية عبد الغني صاحبة الواقعة. طالبة بتخش تقريبا أول سكشن تحضره، والموضوع أول سكشن وآخر سكشن ده يعني موضوع للدرجات فقط، والدكتورة إيمان تقريبا أول مرة كانت تشوفها، فبتقول لها إيه ده؟ إيه اللي أنت لابساه ده؟ فهي بترد عليها ده نقاب. نقاب؟ يعني إيه نقاب؟ ومش عارف إيه، وأنا إزاي أتعرف عليكي؟ ممكن الأي دي بتاعك؟ طلعت آية بكل احترام الأي دي بتاعها، وبصت أظن إن هي كمان كشفت للأستاذ إيمان، وأستاذ إيمان تعرفت عليها. فقالت لها أنا إزاي أتعامل معاكي دلوقتي؟ أنت زيك زي الكرسي اللي أنت قاعدة عليه، جماد أسود، أنا مش بتعامل مع الأشكال دي، وكلام من هذا القبيل. وأظن قال كمان يعني عملت تصويت للناس اللي كانت قاعدة، هل آية تحضر ولا ما تحضرش؟ كل الطلاب طبعا أجمعت إن آية تحضر السكشن،
وقالت لها في الاخر لا اما انت لا اما انا في الجامعه. وغدرت ال ال الموقف غريب جدا 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 من دكتوره او استاذه بتدرسنا اعلام. انا اتذكر اول سيكشن حضرته الاستاذه ايمان قالت لنا بكل وضوح انا مع حريه الراي، مع حريه الاعلام بكافه اشكاله وانواعه. قالت لنا كده نصا. فين الحريه دلوقتي يا استاذه ايمان؟ سؤال طيب. غريب جدا يعني انا الموقف يعني انا اندهشت لما سمعت استاذه ايمان. طب ليه؟ عشان منتقده؟ عشان شايفه ان النقاب فرض؟ وفي الاخر الموضوع ده كمان مش اول مره يحصل من استاذه ايمان، كذا مره اتكلمت على الحجاب مش فريضه وان الحجاب وان مفيش حاجه اسمها حلال وحرام وكلام من كده، يعني كذا مره يخش في المواضيع دي. ويعني انا مستغرب جدا من صحفيه زيها بتعلم الشباب الصحفي الجديد الواعي الكلام ده او بتقول طيب. رايها في الموضوع ده. خلينا نشوف بقى ايه الاسباب اللي دفعت لانه صحيح. يعني في فئات كثيره في المجتمع بتاخذ هذا المنهج، يعني ربما ما يتعلق انه التعرف على شخصيه الطالبه انه يكون عندها يا موقف أستاذ يا استاذ وائل معي. استاذ وائل ايه في سنه ثالثه يا استاذ وائل بقى لها 3 سنين معانا يا استاذ وائل. طيب مفيش حد. خليني اسال استاذ وائل. طب خلينا انت خلاص قلت اللي عندك يا محمود، خليك معايا خليك معايا ايضا. هنا استاذه ايمان ده شهاده محمود انه فيما يتعلق بالواقع. اتفضل. انا بشكر محمود اولا انه افتكرني وده كويس، وان قال ان انا بعلمه حريه الاعلام وحريه الراي، واكيد علمتهم اول حاجه قلت لهم الدقه في نقل المعلومه. واحد هو لم يحضر هذه المعلومه، واضح من سياق حديثه انه نقلا عن ايه، هي مش نقلا عن ايه، هي نقلا عن شبكه رصد. كل ما قاله هذا موجود نصا على شبكه رصد الاخوانيه. ده بادئ ذي بدء. فبالتالي هيفهم على طول. هم الاخوان دخلوا على الخط. هم اول من اذاعوا هذا الخبر. هم اللي عملوه بالتاريخ بالوقت ودي التكنولوجيا اللي هم عايشين فيها يقدروا يعرفوها كويس قوي. ده واحد. فبالتالي هو ما كانش حاضر هذه الواقعه. بالتالي انا بطالبه بقى بالدقه الاعلاميه اللي هو هيتخرج منها، انه كان يتحقق من الواقعه ويسال مصادرها. وحضرتك اول واحد يعني تسالني عن الواقع، كله بينقل على الرصد، وده شيء غريب جدا ان احنا ما فكرناش ولو للحظه واحده ان احنا نسال الطرف صاحب طيب. الواقع. خلاص حضرتك معانا يعني ممكن نشوف. خدنا كلام ايه قران وقرأ وانا طنشت الحقيقه. ده اتنين. نمره اتنين استاذه ايه، اول مره في حياتي اشوفها اصلا، ودخلت عليا وانا قاعده على كرسي وما يوميها حتى بالذات ما بتحركش من مكاني، ودخلت عادي اهلا يا دكتور وبتاع اهلا وسهلا اتفضلي، وقعدت على كرسي قدامي. عشان لو انا عنصريه كنت زي ما هو بيقول بلهجته دي من على الباب هقول لها بره انا ما بحبش النقاب ما بحبش حد يحضر لي. قعدت قدامي. ايوه يا بنتي في ايه؟ قالت لي يا دكتوره انا جايه احضر. قلت لها مستمعه ما عنديش حاجه اي مشكله. قالت لي لا حضرتك انا طالبه عندك، حضرتك الامتحانات يوم 19 دي اخر محاضره هديها وانا مقدمه اعتذار، وقايله الاولاد من الاسبوع اللي قبله عشان ما يقولوش بس ان هي اعتذرت خوفا منهم، لا انا معتذره من قبل كده نتيجه سفري، وقايله لهم من 10 ايام. خليني ما ادخلش في التفاصيل يعني ادخل في عمق القضيه بس. الشيطان يكمن في التفاصيل، لو ما عرفناش التفصيله. فقلت لها طيب حضرتك دي اخر محاضره ليا، لم تحضر 5 وانا معايا بخط ايدي الاولاد، انا باخد الغياب بخط ايدي بالمناسبه مش بخط ايدي، يعني معناها ان يا طالبه لا تهتم اصلا بهذا الموضوع. يعني هي جايه لتفجير ازمه؟ تفجير ازمه، عندها لا مبالاه، ما مش حابه التعليم، مش حابه الاعلام، جايه تقضيه وقت. اللي انا بديك يا استاذ وائل انا بدي ماده اسمها تدريب صحفي، عمرك شفت تدريب صحفي يبقى نظري ولا عملي؟ يعني كل شغلتي باخدها على الغياب، يعني بنقعد زي انا جايبه الورق بتاعهم بخط ايديهم بالمناسبه، واصلح طيب. لهم الف ب حتى الاخطاء اللغويه. مادتي ماده حضور وده المتفقين معاه. طيب خليني انا بس مش استاذه بالمناسبه. اللي يميني لوب اللي هيبقى مهتم بيه المشاهد، المشاهد مش هيهتم بكل التفاصيل. لا ده مهم قوي. هو مهتم بيه لوب الموضوع ان هي اصلا اول مره في حياتي اشوفها اصلا، وبالتالي هي لم تحضر وغير منتظمه وما نعرفهاش. فبالتالي لما تيجي تقول لي انا طالبه عندك او لا، طب ازاي؟ اطلعيني على الكارنيه. فطلبت الكارنيه ففعلا لقيت في الكارنيه بنت كده زي القمر،
ومربربه وحلوه غير اللي قدامي خالص. فقلت لها لا معلش انا عايزه ايه اللي في الصوره. ما هو يا اما بقى اللي في الصوره دي مش هي وبعتلي اي واحده. ما بص يا استاذ وائل، يا نرتضي بالقانون والنظام يا نقفل على الموضوع كلنا ونقفل على النظام والقانون ونروح. ما انا ممكن حد يجي يقول لي انا دلوقتي هسالك سؤال تاني اخر، حد دخل عليك دلوقتي قبل الهوا وحضرتك جاي يقول لك منتقبه بتقول لك انا معاك يا استاذ وائل في الاعداد، رد فعلك ايه؟ انا عايزه رد فعلك انت، احكي لي المشاهدين بدل. لا هو التعرف على شخصيه الذي امامي واجب ولا احد يستطيع ان يلومني اذا صممت على التعرف على شخصيه. ولما تلاقي الصوره من امام الصوره هنا مخالفه للحقيقه اللي قدامك لانها لابسه نقاب. مش شغلتي بقى ان اكشف نقابها هنا. لو انا حتى قلت لها شيلي نقابك هيبقى تعدي على عورتها ويقولوا بقى الاستاذه عملت والاستاذه زي ما افتروا كده ويقول لك الاستاذه بتقول لك. انت قلت لها انا عايزه اللي في الصوره دي. انا بص حضرتك القانون سمح، هي راحت اتصورت قدام جهه رسميه وقدام المصور وقدام الامن وقدام مصر كلها اتصورت وهي كاشفه وشها. انا ليش دعوه بهذه الازدواجيه؟ يعني هي لو عايزه تاخد موقف فوريفر وتناضل حقا انا بالعكس انا ممكن اساعدها بقى ان تتمسك بان تطلع صورتها منتقبه في الصور. هنا هضرب لها تعظيم سلام واضرب للدوله تعظيم سلام. احنا في دوله عايزين قانون يبقى قانون. وانا بالمناسبه رحت النائب السيد الوكيل الوزاره المشرف على التعليم قلت له كذا، قال لي حقك تماما. قلت له خلاص حضرتك تبعت منشور صغير كده يقول يا اخوانا انه لا يعتد بالصور الشخصيه والكرنيهات والمجلس الاعلى للجامعات اصلا. طيب خليني هنا بقى اسال دكتوره شاهندة، اكيد لما تصورتي بتتصوري وفقا للقانون بتقلعي النقاب، واكيد لما بيطلب منك اذا طلب منك حد وفقا للقانون انه يتعرف على شخصيتك اكيد بتخلعي النقاب. هي المشكله عندها، وانا الحقيقه زي ما اتفقنا مفيش دخول في الجدل الديني، الدخول فيما يتعلق بالواقع العملي. هذه المشكله تحدث، استاذه بتقول لا انا عايزه اتعرف على شخصيه اللي قدامي، انا شفت صورتها قلت لها لا انا عايزه دي اللي موجوده في الصوره، وانت لما تصورت الصوره دي كنت بدون نقاب. ليه؟ طيب. ايه هذه الازدواجيه؟ طيب. لماذا هذه قبل الازدواجيه؟ قبل اي حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا اتصورت بالنقاب من غير نقاب ده طبيعي، احنا في بلد فيها قانون. اي حد محتاج يتحقق من شخصيه اي حد حتى جهه امنيه ضابط. انا ضد حتى فكره ان يبقى في سيدات ضباط تتحقق من شخصيات المنتقبه، ده انا ضد ده. احنا ما عندناش لسه، عندنا حاجات كتيره اهم من ده. حتى اي ضابط اي حد فرد امن اي حد من حقه ان يتحقق من 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 شخصيه. يعني انت لو ماشيه في داخله على كمين ده بيحصل لا انا يا فندم يا وائل ده بيحصل ده بيحصل. انا بس عايز اسال حاجه لمدام ايمان، هل اما حضرتك طلبتي تشوفي الكارنيه وهل اما هي قالت لك اديتك الكارنيه هل انت شفتي وشها كشفتي وشها طلبتي منها ده ان انت تتحققي من الصوره ان انت عايزه النفس اللي في الكارنيه؟ سؤال جميل جدا. لا بس انا ده اول سؤال. سؤال جميل جدا. أوكي. ليس انا ليست رجل امن هنا تفرق. انا خلص بس لا معلش يجي لي حضرتك خلصت سؤالي على فكره. انا لا اكشف عورات الاخرين، ده هيبقى هنا ده مش تجاوز. عوره حضرتك لا معلش تجاوز مني تجاهها. انا بحترم نفسي علشان انا ممكن حد يقول لي الله من اشد ديت من شعرك اقول لك عايز اشوف شعرك لونه ايه بعد او لبسه ايه. انا مش بتكلم على كده، انا بتكلم على حاجه ضد اي مد ايد على اي حد اي مكان. خلاص بس نقطتي بس اعمل بعدين هي ما طلبتش بالمناسبه اني هكشف لك وشي يا دكتوره. لا 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 لا. كنت هقول لها روحي للامن يكشف وشي. لا ما فيش مشكله ان حضرتك تتحققي من مش أي شغلتي. بعد اذن حضرتك اكيد برضو مش برضو جهه انت حضرتك كفيله بيها ان انت تترديها من لم يحدث ان ترتاح هي اللي خدت بعدها لما قلت لها انا عايزه. عموما انا بكلم في ان ده وفي ابطال للواقعه غير الولد معايا وائل بس انا عايزه اعمل البوينت. يا ريت يجيبوا ابطال. هي سالت سؤال هبقى تجاوب عنه ان هو ليه ما حاولتيش. يعني انا بالنسبه لي انا بشوف ان احنا في بلد حريات وان احنا دلوقتي بنطالب ان احنا نعيش كل واحد بحريه
وتحت مظلة القانون. أنا شايفة إن مدام إيمان قررت إن هي تحرم واحدة من وجودها في ساكشن عشان هي منتقبة. ده حاجة ملهاش، احنا مش هنخش زي ما انت قلت، مش هنخش لا في جدل ديني ولا نقاف فرد ولا لانه المسألة كمان خلافية الكلام ده، وده مش قضية مش اليوم، دي مش قضيتنا، هي قضية ما يتعلق بالواقع العملي بالظبط. والواقع العملي بيقول ان في ناس كتيرة، انا مش بكلم، انا مش جاي اتكلم عن نفسي او اتكلم عن تيار سياسي او تيار ديني، لا انا بتكلم في حاجة محددة، هي فكرة الحرية، فكرة الحرية اللي كلنا بنطالب بيها. في ناس كتيرة بالنقاب او بغير النقاب، مش ده معيار النجاح او عدم النجاح. اللي قاله الاستاذ محمود، وانا بشكره جدا على يعني على المداخلة اللي قالها عني، والله في احسن مني كتير منتقبات وناجحين جدا في مجال عملهم داخل مصر وخارج مصر. الموضوع لا يتعلق لا بزي، ولو عكسنا الآية ان احنا مثلا يعني جيت انا قعدت قلت لا انا مش هقعد، انا منتقبة فمش هقعد مع حد مش لابس حجاب مثلا، دي احنا بندخل نفسنا في تراك ان هنبتدي نستيريوتايب. سوري، يعني ستيريوتايب دي ترجمتها بالعربي ان احنا نبتدي نصنف الناس بزيهم وبشكلهم وبانتماءاتهم، وده اخر حاجة احنا عايزينها هنا في مصر دلوقتي. يعني حضرتك صدقتي الواقع وبتردي عليها وبنيتي كلامك على الاقل؟ لا لا حضرتك، انا استوقفني الواقع ولا انا استوقفني وسالت حضرتك ايه شغلتنا في الاعلام؟ شغلتنا يعني مش كده، دققت الخبر من صاحبته وقالته بردك بتكرري نفس كلام الطالب. لا لا، زي الهاشتاج وزي الاخوان وزي رازد الهاشتاج اللي مكتوب اطردوا ايمان. طب هو احنا حضرتك عايزه تصدقي من بطله المعلومه؟ اهلا بيكي، مش عايزه، انت حره، قرروا يلا اوكي. ايه نفسها يا وائل، ليه ما نوصلش الآية نسمع منها الواقع؟ لأن دي صاحبة الأمر. يا ريت. طبعا آية رفضت، ما أنا يعني يعني عامة أنا شايفة إن هي من حق مدام إيمان الوصول لحقيقة الشخصية. إحنا لسه مكلمينها حتى حالا دلوقتي تاني رافضة تعمل. فأنا بتكلم إن من حقها تتحقق من الشخصية، هي مش جهة تحقيق، كانت ممكن جدا تستدعي حد من الأمن يتحقق من شخصية آية. لو آية رفضت ساعتها يبقى عند مدام إيمان الحق إن هي ترفض إن هي تبقى موجودة في السكشن عشان لازم تتأكد هي مين. كانت ممكن تستدعي حد، إنما فكرة إن أنا أنتقد حاجة أو أنتقد زي ده مش مسموح، لا من الجهه دي ولا من الجهه دي. افترضي افترضتي صدقتي برضو اللي بيقولوا رصد، نحن نكرر، انا بسالك على الدقه في الاعلام، وده اللي بعلمه حضرتك خريجه، ده اللي بنتعلمه في الطب. لا مش خريجه ده، ده ما هو ده استعانوا بينا عشان كده دقه، زي ما الولد قال وانا هوجه له لوم، مش هلومه بس ان ممكن ارفع عليه قضيه، ان انا قلت كلام سابق في محاضرات سابقه على الحلال والحرام والحلال والحاجات العجب اللي بيقول. هو بصي دي مجموعة على بعضها، ده بقى اللي بقول لحضرتك، ده الإرهاب اللي احنا بنتعرض ليه النهارده، هذا هو الإرهاب بعينه اللي احنا عايشينه، بقينا عايشين في مناخ نوع من الإرهاب. والديمقراطية مش يعني الفوضى يا جماعة، احنا فهمنا الديمقراطية غلط، الديمقراطية تعني احترام القانون. أنا بالزبط. مش وظيفة، شوفي أنا أحترم نفسي جدا بالزبط. أنا أصلا بالمناسبة متبرعة لتدريب هؤلاء الأولاد. تعرف يا أستاذ وائل أن حضرتك دلوقتي لما استدعيتني جيت في دليل موافقت، بعتولي عربية مش كده؟ فقط لا غير. يعني حق البنزين انا باخد هناك حق البنزين يا فندم، باخد 60 جنيه على حق البنزين، ومش هقول لك اني هجيب سواق هدفع له كام، انا بصرف على ده من جيبي لاني بحب هذا العمل، وقررت ان انقل خبره في الاعلام والتعليم مختلفه، الا وهي الدقه. لغايه دلوقتي لم اسمع كلمه واحده. طيب لا من ابطال الواقع. ما هي الدكتوره شاهندة بتقول مجرد ان انت تقولي لها انا عايزه اللي في الصوره، يعني انت مش عايزاها، انت مش عايزه اللي قدامك، انت عايزه اللي في الصوره بالظبط. ما انا حضرتك انا مش رايحه اشتري فستان، ما انا بقول لحضرتك، حضرتك جات لك واحده، اديتك مثل بسيط، حضرتك دخلت عليك واحده دلوقتي بتقول لك يا استاذ وائل انا معاك في الاعداد وانا فلانه الفلانيه، كيف تتصرف في هذا الموقف؟ واول مره تشوفها وهي طالبه مجده جدا، حضرت كل المحاضرات. الحقيقه لم اراها، هي جايه قبل الامتحان عشان عارفه ان الماده دي عليها درجات،
ما اعرفش هي بتعمل ايه طول السنه في الجامعه، ان هي تبقى حاضره وحاضره او ما تبقاش محاضره، ده اخر حاجه. لا ما هو بصي بنتكلم فيها، ده مش الجديه لان دي ماده عملي، انا مش انا حضرتك مش جهاز تسجيل. خليني في العنوان العام. بالعكس انا عايزه اقول لك ان الدقه والالتزام معيار الامانه اللي احنا بنتعلمه. لا حضرتك انت كده بترفعي عنها الامانه، وده مش يعني او عشان هي عندها حضور وغياب، ده اي ثينك ده اخر حاجه احنا بنتكلم فيها. بصي حضرتك الماده دي كلها، كل المحاضرات معتمده على الحضور والغياب، يا اما احنا في الفوضى ما نعلمش ممكن الولاد. تحوليها انا ما احولهاش، انا مش ما اعرفهاش ان هي عندي، ده مش موضوعنا يا فندم. انا ما اعرفهاش، دي اول مره تيجي واحده بتخبط على الباب تقول لك والنبي يا ريتي حتى خبطت انا كذا. طب يا حبيبتي يعني انت اول مره تيجي فعلا، يعني هم نفسهم مش مكسوفين. طيب هي ان هم بيدافعوا عن دكتوره شاهين، ده انت بتقولي انه التحقق من الشخصيه، من الشخصيه طبعا. يعني انت اي حد بيطلب منك التحقق حضرتك من الشخصيه، انا هقول لك على حاجه يا استاذ وائل. اي حد ماشي في الشارع استاذ وائل، انا بقف كتير في الجان بحكم عملي، انا بتاخر بقف في الجان كتير، بيطلب مني يبقى فيه، مش عايزه اقول ان يعني ساعات بتبقى فيه شويه اكسترا يعني حاجات امنيه زياده، بيطلب مني ان يكشف وشي. وقفت في لجان كتيره جدا ما بطلبتش من انه عايزه واحده ست تكشف وشي، لا انا برفع وشي عادي جدا بصرف النظر انا واخده بقى النقاب زي انه فرد او واخده سنه، انا بتعامل مع الجهه الامنيه دي بكل احترام لان انا عايشه في دوله قانون. القانون بتاع بلدي من حقه الضابط او الجهه الامنيه ان هي تتحقق من شكلي، مش انا اللي ان انا الفلانه الفلانيه، هو نفس الشكل. طيب هو ده انا طلبته من مدام ايمان، انا طيب انا مش جهه امن، ما هو ده انا شوفي انا احترمت مهنتي جدا. حضرتك ممكن كنت تستدعي ولا استدعي الامن؟ قال ليه هو في يعني خناقه؟ الموضوع مش كده خالص. هم بصوا يعني انا لسه انا كملت محاضرتي عادي، هي اللي خرجت وهم اللي عملوا الفيلم. بصي حضرتك اللي عملوا الفيلم اللي بيقول لك فوتنج ده، اتحدى وعلى الهوى هذا الطالب وآية شخصيا اللي ما كانتش حاضرة أو زميلتها أو شبكة رصد أو الإخوان المسلمين اللي استغلوا الموضوع، وده اللي أنا عايزة أقف عنده. أنت عايزة تقولي إنه الواقعة مفتعلة لتسييسها وللحديث عن إنه هناك من يضطهد المنتقبات في مصر الحقوا. لا هو ما حدش قال مدام إيمان تقول كده، هي اللي قالت كده، ده رأيها، ده هي تقول اللي هي عايزاه. أولا هي ما كانتش حاضرة، انا لما طلبت فوتنج يا استاذ وائل وانا قلت لك ما كانتش حاضره زي مدام ايمان، لا لم تحضر اصلا، هي خدت بعدها ومشيت وانا كملت. لا يعني يعني هي كانت موجوده يعني الطرف الثاني في الواقع طبعا. اه لا ما كانتش حاضره، ان انا بتقول ان انا عملت فوتنج وان هو الولاد قالوا هي ما قالتش انا ما عملتش فوتنج اصلا على يا سيدتي اسمعي برضه في الاعلام. انت ما عملتيش تصويت انه يا جماعه انتم موافقين انه آية؟ لا انا عملت تصويت في حاجه ثانيه بقى ولا لا، وكملت المحاضره عادي جدا، كان تصويت. اصل هي آية بتقول انه انت عملت تصويت ووافق الطلبه بالاغلبيه يعني انها تكون موجوده بالنقاب. حلو قوي، لو عندي آية وعلى الملأ خلاص وقتها كل الكلاس بتاعها هيجي. انا هقول اقتراحي اللي قلته وقلت هنعمله المره الجايه. هسأل محمود. محمود طب انتوا محمود ليه سيستوا القضيه يا استاذ وائل؟ ليه خدتوا القضيه في اتجاه استاذ وائل؟ استنى بس يا استاذ وائل، انا مستغرب جدا، انتوا اللي سيستوا القضيه مش احنا يا استاذ وائل. احنا مين بس انتوا على الارهاب ومش ارهاب، واستاذه ايمان بتتهمني من الارهاب. يا استاذه ايمان انا اعلامي مش ارهابي. انا قلت ارهابي عليك يا استاذه ايمان؟ انا اعلامي مش ارهابي. أرميا المسيحي يا أستاذة إيمان يا اللي بتقولي إن إحنا سيئين الموضوع، أرميا المسيحي قام ودافع عن آية. لو سمحت يا أستاذة إيمان أنا مش بكذب، وده حصل واعترفت للدكتور محمد شومان عميد الكلية، وجه إمبارح في المحاضرة وقال لنا بعد الوقفة وقال لنا إن أنت اعترفت بكل حاجة حصلت، يبقى الدكتور محمد شومان بيكذب؟ يبقى الدكتور عادل صالح بيكذب؟ يبقى الدكتور رامي عطا بيكذب؟ ان انا ايه؟ ان انا عملت فوتنج وشتمتها وطردتها؟ لا يا استاذة ايمان، اعترفت الدكتور شومان بايه؟ سيدي الفاضل اتعود بقى، انت قلت اسئله تسمع الطرف. محمود خلينا نسمع. اسمعني بقى اسمعني، نجيب الدكتور شومان دلوقتي على التليفون. انا سمعت، اتعود تسمع. ارمي المسيح وقال لي ده اللي حصل بالظبط. محمود ما تخلينا محمود نسمع، يعني خلينا نسمع الاستاذة ايمان. اه انتوا قطعتوا عني صوتي مش عارف ارد. لا انا ارهابي وانا وراثي انا قلت ارهابي يعني واخوان ومش اخوان، ايش دخل الموضوع بكده؟ وحد قال عليك ان انت ارهابي؟ بس مدام ايمان استخدمت بقول ارهاب فكري يا اخوان، بقول لكم انا مش الاخوان والرصد والموضوع ابعد ما يكون عن اي حاجه. بترجى مره اخرى
مرة أخرى إذا كان الدكتور شومان أو حد فيهم قال إنه اعترف، وأنا طبعا قد يكون ده قاله لهم علشان هم استخدموا سلاح من الضغط على إدارة الجامعة أصلا إن هي اطردوا إيمان رسلان. أنا بشتغلش هناك بسبب، قلت لحضرتك أنا يا سيدي الفاضل أنا بشتغل يا أستاذ وائل، أنا هذا عمل تطوعي. خليني يا أستاذ محمود أنا خلينا أتعامل مع الواقعة. أنا مالي بالموضوع ده، أنا هو ده مش إعلام، ده مش أنا مالي، ده إحنا خرجنا بره الإعلام كده، إحنا خرجنا في المعاطفة. طيب أنا بس خليني أنا كمان هكون ضد إنه في جماعات سياسية تتصيد الواقعة وتحاول ان تستغلها سياسيا. يا استاذ وائل تصيد الواقع، اللي حصل امبارح في اعلام اللي حصل كالاتي، ان شباب اعلام عملوا وقفه منهم يعني منهم كان شباب الاخوان، ده اللي حصل. كان منهم ناس كتير جدا كره الاخوان وده اللي حصل، وكلنا وقفنا وقلنا ايمان رسلان بره، ده اللي حصل بكل وضوح. عيب حتى، وكانت كتير قوي من الشباب عشان طيب انت مش شايف ان محمود استاذ محمود مش شايف ان فيها خليني انت مش شايف ان فيها انتوا اتكلمتوا ما تخليني ما انا بس مش شايف ان فيها الاخوانيه والاخوان يتصيدوا والاخوان بتنجان والاخوان. طب طالما كده الموضوع ديني قوي وسياسي ليه حزب النور ما اتكلمش عليه؟ ليه حزب النور ما اتكلمش عليه طالما هو احنا ما قلناش الموضوع ديني ولا خليني اسمعني بس انا اولا مش موافق على انك تقول استاذه ايمان بر، يعني ليس هكذا يمكن ان تخاطب استاذه. انا بقول لك ايه اللي حصل يا استاذ وائل، انا بقول يعني ليس لائقا ولا مهذبا ان تخاطب استاذه حتى لو اخذت موقفا يختلف مع قناعاتكم بهذا الشكل. يعني انا ضد هذا الاسلوب. انا بحكي ايه اللي حصل، انا مش بقول انت لم تكن حاضرا للواقعة او في ده لوبي الطلاب بقى، ده اللي احنا بنقول عليه ان ده هذا هو ان عندنا اصبح لوبي جديد يستخدمه. عارف حضرتك في السبعينات والثمانينات كانوا بيستخدموا الجنازير والعارف ويضربوا المعارضه، دلوقتي هما بيستخدموا نوع تاني خالص من الضرب والعنف، اللي هو ايه؟ اني ادخل عليك، اهجم عليك، اقول اي كلام، ابعت في الانترنت. هم عايشين وانت ضد الاسلام وانت ضد هم عايشين بص في العالم، هذا العالم الافتراضي بتاعهم اللي هو فاهمين ان انا السوشيال ميديا. انا ما عرفتش الا امبارح بالمناسبه يعني هذه الوقائع، ليه ان انا مش شاغله نفسي قوي بايه مين هو. لا هذا الواقع، انا بقول لحضرتك انا عملت استطلاع راي حوالين الحرس الجامعي اللي انت هتناقشه في الفقره الثانيه، وده الحقيقه اللي كان يهمني كتير قوي بدل ما اضيع وقتي مع للاسف الشديد احنا مش بنشتغل اعلام. لا احنا بنناقش قضيه في حدودها وقلت حاجه نطاقها الزمني يعني. وقلت حاجه واحده يعني لن اعطيها قلت الحاجه واحده للاولاد لما جم قعدوا يقولوا لي يا دكتوره ومعلش ودي حتى غلبانه وطيبه قلت لهم يا اولاد انا لا بناقش لا غلبانه ولا طيبه. برضو عايز اقول لهم ايه هو المفهوم، انا ما بناقش ده خالص، انا بناقش حاجه محدده. اولا التزام، وانا اظن ما بسمحش حد يخش بعد خمس دقائق، لانه قلت لهم مثلا مهمه، لا الهواء بيستنى ولا المطبعه بتستنى ولا الموقع بيستنى، عشان اعلمهم من الالتزام. فبالتالي قلت له طب حلو نشتغل بشكل علمي تماما، والمحاضره كامله طيب. كان على استطلاع انا بس مش عايز لا دي النقطه دي مهمه اني عملت عشان هم مش صحيح استطلاع للراي حوالين هي تحضر او لا، وحصل اجماع. هتولي ورقه تثبت او تقول اني سالتهم وجمعت الورق وعديتهم وناقشتهم ويقولوا هو الفوت يا جماعه أصلاً يا جماعه الخير. يعني الفوت إيه؟ بالشكل ده يا استاذ وائل، لو في فوت حصل بالشكل ده على ان واحده تحضر او ما تحضرش عشان زيها صح. انا ما عملتش كده حاجه فعلاً. صحيح فعلا ما يتقالش عليها غير ازدراء بالظبط. ده حاجه يعني اصلا ان فوت زي ده يحصل من مبدأه من اساسه طبعا دي كارثه. اشكرك على هذه الملاحظه. مين اللي يؤكد لي ان الاستاذه ايمان عملت تصويتا على انه الطالبه يا استاذ وائل تحضر ولا لا؟ اولا ايه بقى لها ثلاث سنين عندنا في الجامعه، انا مش اول مره يعني استاذه ايمان ما اكتشفتش مثلا ان عندنا منطقه. يا سيدي انا مش عندك في الجامعه اصلا، انا واحده جايه من الخارج بتدي كورس بلا مقابل. انا بقول لحضرتك باخد 60 جنيه مقابل البنزين او ترجعي للدكتور كمان نتهان على 60 جنيه يا استاذ وائل. بتهيألي انت لو حد عزمك على الغداء قلت له جاي خلينا نسمعه بس عشان نشوف يا سيدي اتفضل. طيب اتفضل.
انا ما بشتغلش معاكم، انا جايه لك عمل تطوعي في كورس مده تدريب صحفي في مهنتي. خلينا نسمعه بس، خلينا نسمعه. 60 جنيه في حق السواق يا استاذ ايمان. خلاص عرفت، فما تقوليش انا اعرف منين اللي عندهم منقبات يا استاذ ايمان. انا ايه ما حضرتك بتقولي زي ما كنتيش بتشوفي ايه؟ ما اعرفهاش. اما انت حضرتك بتقولي مش متواجده على طول هناك، يبقى هو محمود بيقول ان هي متواجده بقى لها 3 سنين. لا حضرتك بتقولي حضرتك، هل هذه الطالبه عندي من اول السنه، عندي من اول الترم ان انا من الترم الثاني بس، انا ما شفتهاش خالص قبل كده، وهي طالبه بقى لها 3 سنين. الترم بادي 8 مارس. هذه الطالبه هل شوف اهي بخط ايديهم، هل الطالبه دي حضرت؟ طيب مره واحده؟ خليني بس. طيب دكتوره شاهين، اليس من حقها انها تتعرف على شخصيه الطالبه وانها تقول لها انه الصوره اللي موجوده ليكي دي تتناقض مع شكلك اللي انا شايفاه؟ طيب يا وائل، انت مش انت، أنا هتقول لها كده انت مش انت. انا هقول لحضرتك على حاجه، انا هعيد تاني الجمله دي وانا قلتها في بدايه كلامي، ان من حق مدام ايمان، من حق اكس واي زد من الناس يتحقق من صوره وشخصيه اللي في الكارنيه او في البطاقه. ده حق مكفول حق قانوني يا فندم، يكفله القانون اي حد يعري اي حد في الشارع. لا مش يعري له عايز اسم حضرتك. ثواني، انا بقول دوله القانون، هل حقي انا كمواطن لا املك حق الضبط القضائي ولا حق التفتيش ولا حق خلع زي العوره بتاعت اي حد؟ انا بسال سؤال تاني. انا هرد على حضرتك، همشي معاكي بشويش عشان اصل الواقعه بالمناسبه كانت قد كده. خلاص إجابة، وانا مصره بقى ان احنا يبقى في بلد فيها قانون. طب خلاص انا طيب عايزه ارد بس على حاجه. على انا ما قلتش لحضرتك مواطنه، يعني انت ما تجيش في الشارع تيجي توقفيني تقولي وريني وشك انت مين وانت فين. انا ما قلتش كده. ممكن ادعي عليكي بالمناسبه. انا بتكلم في حاجه ثانيه، بتكلم حضرتك بتقدمي لكتشر، بتقدمي محاضره، عندك حد منتقب فيس فيلد عايزه تتاكدي من شخصيتها، ده حق يكفله ليكي القانون. ايه هو القانون؟ قولي لي ماده كذا في قانون كذا. لا حضرتك انا مش خبيره قانونيه، اتعلمت في مهنتي على الدقه الشديده. ماده كذا تعطيني حق كشف وشها او تعريتها. لا حضرتك يا ست، انت عندك انا عارفه اقول والله الحق. انا ست بعد اذن حضرتك اخلص بس. لا قولي لي ماده ايه في الصحافه. خلينا نتفضل. قولي لي ماده ايه في الصحافه. في قانون تنظيم الجامعات، اديني هذه الماده في قانون تنظيم الجامعات. ما عنديش اي حاجه، انا ما عنديش. انا اللي انا اعرفه ان حضرتك لو طلبتي من طالبة عندك منتقبة ان هي ان انت تتأكدي من شخصيتها، ده لا انا هقول لك الصح عادي وده يحصل. هقول لك الصح، وده من حق حضرتك عشان تتأكدي. هقول لك الصح اللي يحصل ايه بقى. معلش في الامتحانات يا وائل، معلش ساعات كتيره جدا. بس في حضرتك في اعلاميه مش صح. انا هقول لك شغلتي بقى لما صدر انا بعد. لا استني يعني انا اقول، انا رحت لنائب وكيل الوزاره المختص. ان انت عايزه تسمعي نقاش اعلامي وحضرتك ما بتديش فرصه للي قدامك يرد. اتفضل. يعني حضرتك انت قفلتي على محمود كذا. انا سالتك سؤال انت ما رديتيش. عايزه لا لا انا برد على فهمتي ليه؟ فهمتي ليه انا برد؟ بقول لك قولي لي ماده ايه في قانون تنظيم الجامعات؟ انا رديت على فكره. لا رديت حضرتك مش واخده بالك. انا قلت لك انا مش خبيره قانونيه ما اقدرش اقدر اقول لك. بنقول نرجع للماده. لا لا انا بتكلم ان ده بيحصل، وان في ان لازم ان الواحد سواء جهه امنيه في الجامعات، سواء جهه امنيه في الشارع، سواء ضابط، اي حد عايز يتاكد من شخصيه فلان الفلانيه، ده وارد ويحصل. وده ما فيش عليه غضاضه من اي منتقبه. مش ما فيش حد هيقول لا جهه امنيه. انا لحيتي على كلمه جهه. انا لست جهه امنيه. طيب انا زميله صحفيه. طب حضرتك الحل ايه؟ تطردي واحده من السكشن بتاعك عشان انا ما طردتهاش برضك. بتكلمي كلام رصد. انا بسال يا سيدتي الفاضله، انت خدتي كلام رصد قران بتصدقيه؟ تعظيم. لا هي توصل لما انت تقولي لها مش انت اللي في الصوره. طب يعني هي تعمل ايه؟ يعني تتصرف ازاي؟ هل تعرف حضرتك لو قدمت لك دلوقتي بطاقتها الشخصيه طلعها؟ وانا عايزه اقول لحضرتك، انا بالمناسبه كنت ناويه ادخل بشكل اخر لما هي بالشكل ده. انا ممكن احط الطرح انا كمان وافرق بيننا، شوف هنتعرف على شخصيتنا انا او هي ازاي. هو حضرتك انا بسالك انت لو دلوقتي ادتك بطاقتها الشخصيه كيف ستتعرف عليها؟ اديني انت وانت زميل او جهه امنيه تيجي تقول لي اتعرف على الشخص ده انه مش اخته او مامته او باباه. انت شايفه ان النقاب بيلغي شخصيه انا بلغيش. انا عايز القانون. انا ماليش دعوه. هما دلوقتي انا مش عايز تزوير. هو في قانون تزوير في اوراق رسميه يعني. هقول لحضرتك ما فيش قانون بيمنع النقاب، بس مثلا في قوانين كتير قوي في الانتخابات مثلا بيخصصوا لكم لجنه وبيخصصوا ستات مخصوص ما حصلش الكلام ده. يكشفوا عليه. خلينا قانون التظاهر بالمناسبه اللي انا متحفظه عليه. انا هسالك يعني يجوز البعض كمان عشان ما يحدث انه بيتم كمان في مظاهرات جماعه الاخوان مثلا انه هتلاقي
منتقبات في الصف الأول، يخفين الأسلحة داخل النقاب وتستخدم الأسلحة بهذا الشكل. البعض يمكن أنه يأخذ القضية بشكل عام، أنا هنا لا أسقط على الواقع، لكن يأخذ القضية بشكل عام أنه ربما في جماعات سياسية بدأت تستخدم النقاب مش في تحقير الآخر فقط، لكن كمان في العمليات الإرهابية، وده بيستدعي أنه البعض بيرفع شعار أنه لا، الأمن القومي وأمن البلد. تاني هرجع برضو، ده هيرجعنا ردا في نفس السياق، هو ده هيرجعنا لفكرة أن احنا هل عندنا مشكلة في التحقق الأمني مع أي منتقبة؟ ده مفيش منه أدنى مشكلة خالص، لأن ده احنا عايشين من الأول، وفي أول كلامي قلت احنا عايشين في دولة قانون. الأمن القومي للبلد دي يهم المنتقبة وغير المنتقبة والمحجبة وغير المحجبة، ده احنا بلدنا. فهي بلد الكل، ما ينفعش يتم فيها إقصاء لحد عشان زيه، سواء كانت مش محجبة او سواء كانت محجبه. طيب. وحتى في الامن القومي احنا عارفين كويس جدا ان العمليات الارهابيه عاده ما بيستخدموش منتقبات، بالعكس لو هو الموضوع بيروح للعكس تماما عشان يقدر يعني تتم العمليه بشكل ثاني، لان المنتقبه دلوقتي بقت ايقونه بالظبط اللي هو الستيريوتايبنج اللي حاصل دلوقتي، او فكره ان انت النقاب هو ايكوال للارهاب، اللحيه هي لا أكل. في مسيرات الاخوان في الصف الاول يبقى نساء منتقبات، معلش يا استاذ وائل، هو تخفينا الاسلحه معلش. داخل النقاب ويتم يعني توزيعها في لحظه معينه، في مش معنى كده انا لا اسقط ده على الواقع، ده لكن ده ممكن يخلي الناس تتعامل مع النقاب على انه القضيه اصبحت تتعلق. طب خلينا اسال استاذه فريده الشباشي. انا بس هرد بس على الحته كبيرة. دي قبل ما ترجع لاستاذه فريده. استاذه فريده اهلا بيكي. اهلا بيك. طيب دكتوره شاهين بس كمل كده اتفضلي. عايز اهلا بيك يا مدام فريده. اهلا بيك يا استاذ. دلوقتي انا بس كنت عايزه اقول حاجه، ان في كل المظاهرات اللي بتطلع في البلد، سواء كانت مظاهرات مع الاخوان او مظاهرات من اتجاه اخر، بتلاقي فيها كل الفئات، مش بتبقى بس المنتخبات، بتبقى فيه محجبات، بتبقى فيه غير محجبات، سواء مظاهرات هنا او مظاهرات هنا. ما تقدرش تجنرالايز او تتعمم بشكل عام ان النقاب ان بيبقوا في الصف الاولاني شايلين اسلحه. ده لا، في اكثر من حاله يعني، ده ما وفي اكثر من حاله تم استخدام النقاب للهروب من القانون. ده مش معناه انه يعني، بس خليني أسأل الأستاذة فريدة الشباشي، أنا بس بنطلق من واقعة تتعلق بالأستاذة إيمان رسلان، قالت لطالبة في أكاديمية الشروق إنه يعني وريني البطاقة بتاعتك، لما شافت صورتها تختلف عن شكلها بالنقاب حدثت الأزمة، ووقفات احتجاجية للتضامن مع الطالبة المنتقبة. أنا بناقش القضية في يعني هي الوقفات احتجاجية لأنه طلع أنها مثلا غير أمينة في نقل الواقع، ولا إيه بالظبط؟ يعني هو في خلل بيحصل في المجتمع. أنا بس عايزة أستشهد بالشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية، أنت عارف أن أنا محامية ودارسة حقوق. حقك ينتهي عندما يبدأ حق الآخر، عدم التعسف في استعمال الحق. القوانين الغربية خدته من الشريعة الإسلامية، ومكتوب كده في السوربون إن المصدر لهذا القانون اللي هو عدم التعسف في استعمال الحق هو الشريعة الإسلامية، مش من حق واحدة هي تشوفني وتحرمني من حقي إن أنا أشوفها. وإحنا دلوقتي لما سمحنا بده من البداية، ولو أنت فاكر أنا كنت عندك مرة في البرنامج بتاعك وقلت هذا الكلام، ومحدش يقدر يقول لي إن ده مش موجود في الشريعة. وبعدين احنا لما بنروح نعمل عمره بنكشف الوجه. واحده النهارده اتعرفنا احنا داخلين بايه، ما احنا شفنا اتكوينا واتحرقنا بنيران الناس اللي باسم ربنا وباسم الدين بترتكب يعني اللي احنا شايفينه النهارده واللي احنا بنعاني منه النهارده. ليس من حق اي بني ادم مصري انه يخفي هويته، لان دي بلدنا، واحنا من حقنا نشوف. انا من حقي اشوف مين اللي جنبي يا اخي، انا من حقي. وبعدين هي اذا كانت معتبره ان هي شيء يجب ان يختفي تخفى تقعد في بيتها،
ما تجيش هي تتجسس على طيب خلينا اسال دكتوره شهنده لو شايفه انك دكتوره شهنده تقول لي اذا كان ده مبدا في الشريعه الاسلاميه ولا لا. احنا اتفقنا نبعد القضيه شويه عن الجدل الديني نخليه في الواقع العملي. يعني ده قانوني بقول لك اوروبا واخداه. انت ما تقدرش تعلي الراديو بتاعك حتى تقدر تسمعه، لكن لما تزعج الاخر يبقى هنا حقك يتوقف. هنا ليه من حقك تشوفيها وهي مش من حقها تشوفك؟ عشان احنا دي حرية، انا من حقي ان انا التزم بشكل انا اعتقادي فيه ان هو ده المعتقد بتاعي. طب وحقي انا فين؟ بعد اذن حضرتك مدام فريده، مدام فريده انا دي حريه العقيده، دي حريه العقيده مدام فريده. انا حقي فين في معرفه من بجواري؟ حضرتك ممكن يكون واحد زي جماعه الرجاله اللي كانوا منتقدين، مش ممكن يكون اي حاجه. وبعدين ايه حكايه النقاب دي اللي الوقت عايزين نعممها دي ان شاء الله؟ هو احنا ما طلبناش نعمم النقاب يا فندم، احنا طلبنا احترام راي الاخر، احترام عقيده الاخر. ما طلبناش تعميم لا النقاب ولا تعميم الحجاب ولا تعميم عشان الاصوات هتتفضل. انا بس عايزه ارد على اولا كل احترام لمدام فريده، انا من الناس اللي بحب حضرتك جدا. بس ليا طلب ان احنا نقول بالراحه كده، نتكلم بالراحه، ان فكره احترام عقيده الاخر، فكرة احترام رأي الآخر. دي مش عقيدة. هي بالنسبة لحضرتك مش عقيدة، ممكن تكون بالنسبة لي أنا عقيدة، بالنسبة لغيرك برضو عقيدة. فحضرتك ما ينفعش تقصي الآخر وتقولي إن أنا باجي على حرية حضرتك عشان أنا بنفس عقيدة أنا شايفاها بالنسبة لي عقيدة، مش مطلوب إن حضرتك تؤمني بإن هي عقيدة بالنسبة لي. لا العقيدة هي اللي بيدين بيها حرية احترام الآخر من المصريين. طب عشان الأصوات تتدخل نسمعها وبعد كده تعلقي. هقول لحضرتك على حاجة، أنا منتقبة بقالي أكتر من 6 سنين، وانا مش جايه بتكلم عن نفسي، انا واحده بشتغل في الاعلام وبشتغل في الميديا، وهو اصعب مجال ممكن واحده تكون تشتغل فيه حتى لو هي محجبه. ما حسيتش عمري بان انا نقابي كان سبب في مشكله او تعديت على حريه بس الاخر. بس انت قلت لي انه لما بيجي كمين شرطه يقول لك تكشفي وجهك بتكشفي وجهك. طبعا ده بلا جدال، ده بلا. انا كنت انا طب خلينا اسمع دكتوره استاذه فريده اتفضلي. يعني انا طيب انت بتكشفي وجهي في الكمين، وده يعني انا ضد ان يبقى في الوجه متخفي، انا ضد، بس بتكشفي وجهك كويس. لكن الست دي او الطالبه دي او اللي ما رفضتش يا فندم، الطالبه ما رفضتش ان هي تكشف وشها. لم تسال الطالبه، لم ترفض كشف وجهها. لا بس هي سابت سابت المحاضره ومشيت حضرتك. هي لو كانت طلب منها، انا اعتقد والله اعلم، ولو وصلنا الايه، هي لو كانت طلب منها من مدام ايمان ان هي تكشف وشها تتاكد ان هي لان مدام ايمان بصت في الكارنيه وقالت لها انا عايزه اللي في الصوره دي، انا عايزه اللي في طب الصوره. طب هنا اللي تكشف وجهها لبعض الوقت، أنا لست لبعض الوقت، لماذا دي مساله قانونيه؟ ده الفرق بين دي درس قانون بقى. في حضرتك الحته دي، هي ما هو ما ينفعش ان احنا نقول ان هي بتكشف وجهها بعض الوقت. لا هي ما تتقالش كده، هي تتقال هي بتكشف وجهها للضروره، هي بالنسبه لها ان دي ضروره لتحقق الاخر منها. طيب خلينا نسمع استاذه فريده تعليق وبعد. دي مفاهيم غريبه. لا يا فندم، دي عقيده عند بعض الاخرين لابد ان نحترمها. دلوقتي الدول العربيه اللي حوالينا اتخلصت، بتتخلص شويه بشويه من التقاليد الصحراويه. يا جماعه دي مش معقول، احنا بنروح العمره، في حد في العمره منتقب؟ عمري ما شفت. يا فندم احنا دلوقتي بنناقش عقيده، احنا بنناقش عقيده ولا بنناقش حريات؟ انا بس عايزه اعرف يا استاذ عشان بس اصوات بتتداخل. مش عقيده، ده مفهوم مرتبك. معلش لا حضرتك، ده من وجهه نظر حضرتك مش من وجهه نظر الاخرين. حضرتك ما ينفعش تحكم الاخرين في عقيدتهم من غير ما تتعدي على حريتي. أنا أكيد. إيه التعدي هنا على حريتك يا أستاذة فريدة؟ إيه التعدي؟ أنا أعرف مين اللي جنبي.
لا وحضرتك تعرفي اللي جنبك ليه، حضرتك مش جهه امنيه عشان تعرفي اللي جنبك او ما تعرفيش. يبقى شفتي بقى يبقى انا مش جهه امنيه ان كنت قاعده هي في السكشن بتاع حضرتك. كده كلنا بنتكلم يا جماعه كده كده. حضرتك انت هي في السكشن عند حضرتك كده كلنا بنتكلم. حضرتك تعرفي ان انت طلعتي على الكارنيه بتاعها. لا مش من حقك. طيب الحريه بقى الواحده مثلا عايزه تمشي مش عارف ازاي او راجل عايز ايه هو ايه ده؟ وهل انا مثلا يا استاذ وائل حريتك تتوقف عندما تبدا هو حضرتك الاخر؟ هو انا عايز اسال سؤال بس اسال مدام فريده سؤال. طيب النهارده انا من حقي واحده قاعده جاي انا بخاف انا جبانه يا ستي اما بلاقي واحده كده بقول يمكن راجل يمكن معاه سكينه يمكن معاه مولوتوف. لا طب ايه الداعي ان هي تتخفى؟ يعني طيب. كمان ما يصحش انا من وجهه نظري بقى معلش ما دام انت بتحترم الفكر كل واحد وعقيدته انا من حقي ان انا احزن لما الاقي نفسي في مجتمع بيعتبر بيعتبر وجهي اللي خلقني بيه ربنا لازم يتخفى. حضرتك برضه بتتكلمي من باب عقيده من ناحيه حضرتك بتناقشي عقيده يا مدام فريده. ليه ليه هو النقاب ما لا هي ليس ده لا يعني لا يمكن ان اختزل الاسلام في النقاب ولا المعتقد. لا يا استاذ وائل بعد اذن حضرتك انا ما بختزلهوش ولكن اكيد المنتقبه لابساه سواء هي لابساه عقيده هي شايفه ان هاتي اي واحده او حديث هاتي. لا انا مش هدخل في الجدل الديني مش هدخل بعد اذن حضرتك مش هدخل يا جماعه مش هخش في الحته طيب انت بتقولي عقيده بالمناسبه لا انت ست انت متناقضه جدا في جهاز تسجيل هنا يا استاذ ايمان انا هرد عليكي في الاخر كملي كملي قولي عقيده وقولي كل اللي انا بتكلم في حاجه ان دي حريه شخصيه سواء اي انسان لا بس حريتك انت انا عايزه حريتي حضرتك مش من مش من دواعي الحريه بتاعت حضرتك ان انت تجبريني ان انا اكون لابسه زي ما حضرتك عايزه ما جبرتكيش انت اللي جبرتي نفسك في الصوره حضرتك انا انا بتكلم في حاجه مهمه احنا بنقول دوله حريات واحنا عايزين نبقى بلد فيها حريات حضرتك بتتكلمي في ان النقاب لا حضرتك لو عندك مشكله كده عشان بس احنا كلنا بنتكلم. طيب استاذه فريده خلي حضرتك معايا هسال محمود وهو زميل الطالبه التي بسببها اثيرت كل هذه الضجه وعمل وقفات احتجاجيه. طيب محمود مش معانا طيب نشوف عايز بس عشان يعني انهي الجدل ده هنا. استاذه ايمان الوقفات الاحتجاجيه اللي ضدك وقفات احتجاجيه هاشتاج اطردوا ايمان رسلان ردا على العنصريه لماذا تضخمت القضية بهذا الشكل؟ لأنه نفس المنهج اللي أنا شايفاه قدامي. واسمح لي قبل ما أرد على المنهج أنا عايز أقول حاجة واحدة بس. حرية الشخصية هم بيقولوا حرية شخصية ليهم في أنها ترتدي ما تشاء ونسوا أن هم حريتهم الشخصية أن هم عروا وشهم في الورق الرسمي على القانوني. يعني أنا برضو عايز أسأل سؤال هي حريتك الشخصية في اللي أنت بتلزميني أن أنا ألتزم بوجهة نظرك وما ألتزمش بالقانون؟ يعني ما هو بالظبط المعيار القانوني اللي يخلي حضرتك انها لما جت تتصور يعني تعمل البطاقه وتعمل وفي الامتحان وفي كل حاجه. نمره 2 مبدا تكافؤ الفرص بقى وده مهم جدا. هي من حقي ان انا اتعرف على كل الطلاب واناقشهم لانه احنا بنتناقش مع طالب مادتنا ماده حوار وتفاعل وانت الوحيده هنا مبدا تكافؤ الفرص وانت الوحيده اللي مش عايزه تتحولي دي اداه تخصها. اذا انا عندي مبدا تكافؤ الفرص الكل عنده كارنيه الكل عنده صور ده جوهر القانون. النقطه الثانيه بقى هم عملوا هاشتاج تردوا ايمان رسلان. اولا كفايه ان انت ترد لانه من غير اللائق انه في حد يقول كده انا ما بشتغلش عند سعادته ولا بتعقد اجر اصلا عند لا ويعني انا معتقد انه وليس هكذا يمكن ان يقاتل الطلبه. هي مسيئه بالظبط هي المدام وهو وكلهم قالوا اللي قالته رصد والاخوان هذا حق يراب. احنا دلوقتي في زمن فاشيه اخرى استمرارا لمرسي. كان زمان مرسي بيقمعونا بكذا احنا في فاشيه الصوت العادي والسوشيال ميديا نحط بتاع ويحكمونا وابتدي ابقى عايشه في حاله ارهاب من السوشيال ميديا. ليه؟ ليه علشان ايه؟ وزمان كانوا بيضربوهم ويسحلوهم في الجامعه واحنا وكان في معارضه حقيقيه انا وشردي جري ورانا بحزام من عميد. طيب هاخد تعليقات اخيره من دكتوره شاهنده ومن الاستاذه فريده الشباشي. وانا لسه تعليق اخير دكتوره شاهنده هنا يعني هيظل الجدل متعلقا بانه ليس الجدل دينيا الجدل خلص. متعلق بانه حريتك الشخصيه فيها اعتداء على حريه الاخرين زي ما بتقول الاستاذه فريد زي ما انت من حقك تشوفيني هي من حقها تشوفك
انا برضو مش هخش في حته ان هي الموضوع ليه علاقه بان انا جهه امنيه هتتاكد مني او مش هقول ده، لان انا متاكده ان مفيش منتقبه فاهمه دينها كويس وعارفه دينها كويس، او حد عارف انه ما ينفعش ان هو عايش في دوله قانون ان هو يتعدى انه وقت ما يعوز حد يتاكد من هويته يرفض ده مش بيحصل. كل اللي انا بطلبه هو عدم الحكم على الناس بالستيريوتايب وعدم الاقصاء. البلد دي بلدنا كلنا، مش بلد مدام ايمان، مش بلد شاهندة، مش بلد مدام فريده، بلد مصر. انتوا اللي فيه ستيريوتايب مش عايزين تطبقوا القانون يا امي. انت مش عايزه تلتزمي بصورتك. طب انا اعمل ايه؟ الدوله خلاص قولي انا مش عايزه. شوف انا هقف معاكي بكره الصبح واقفه احتجاجيه لو قلت انا عايزه صورتي بالنقابه. عارفه ليه؟ هحترم هنا شجاعتك ان انت مؤمنه بقضيه وبتدافعي عنها. هي مش مساله كده. طيب هي نقطه حيويه، هي بتقول لك لو انت مؤمنه بقضيه، لو انت مؤمنه بقضيه الزم الدوله بان انا اسحب المناقشه بكره الصبح بعد اذنك في ميدان التحرير ويحبسونا بعد اذن حضرتك. يعني يا ريت حضرتك تسمعي الحوار زي ما انت بتقولي ان ده حوار. هذا هو قانون دوله قانون او غير دوله قانون. خلينا نسمعها بقى استاذه ايمان، خلينا نسمعها. انت حضرتك انا ما قطعتش حضرتك، علشان انا بسالك سؤال، مقتنعه بقضيه النقاب؟ حضرتك في الصور الرسميه بسالك سؤال واضح. هل معتقده ان طيب انت خلينا نسمع. ردي علي يا استاذ وائل. حضرتك بالنسبه للتعرف على الهويه والتاكد من الهويه، ده القانون يكفل ده، واحنا انا اول واحده ما لا يمكن اتقاعس لحظه عن الموضوع ده. فكره النقاب هو فكره يعني سواء حد لابسه عقيده، سواء حد لابسه عشان عاجبه، سواء حد لابسه عشان يقلد حد، دي حرية شخصية. طالما أنا لم أعتدي عليكي بأي حاجة تدل إن أنا إرهابية أو إن أنا بضايقك أو إن أنا بعمل ده، لأن أنا ممكن برضو لو بالفكر ده أو بالمنطق ده أروح رد قايلة إن واحدة تبقى ماشية سوري بسكيرت ميني أو ميكرو ومعايا مثلا جوزي، هي تعدت عليا، فانا على حريتي ان انا مش عايزه جوزي يشوف المنظر مثلا. لو هنفكر بالتالي لا يا فندم، ما تبصيش على التلفزيون لما بقى في افلام. استني اسمعني بس، ستات مصر، ستات مصر مش ماشيين بتاع تصوير الميكرو. طيب خلينا نخليها تخلص. تيجي بكره اقف معاكي واقفه احتجاجيه ان انت تتصوري بالنقاب وتعملي مطالبه؟ انا بسالك قانون بقى. طب اتفضلي جميعا، اتفضلي اخلص البوينت وبعديها هتقولي اللي انت عايزاه. انت عايزه برضو تلفزيون؟ خلينا يا استاذه ايمان نديها الفرصه تتكلم بس، اتفضلي. اللي انا عايزه اقوله ان هي مبدا فكره التعدي على الحريات بالستيريوتايبنج وبالمظهر، يبقى هنا هنخش في جدليه يعني مش هتخلص، لان انا هبقى شايفه الحد الاخر يتعدى على حرياتي. الموضوع مش كده. كل المطلوب من المنتقبه عشان احترام القانون هو عندما يطلب منها كشف وجهها للتاكد من هويتها، ده يعني ده واجب عليها، لان هي في اللحظه دي بترفع ضرر انها ممكن يكون حد راجل زي ما انت قلت او حد متخفي او كده. بالعكس، ده هي بترفع ضرر وده واجب عليها شرعا ان هي تكشف وجهها. طيب خلينا ناخد التعليق الاخير من الاستاذه فريده الشباشي. استاذه فريده، يعني ربما تكون دي المره 19 او 39 اللي ناقش معاكي هذه القضيه بعد ازمه، اعتقد ناقشناها بعد ازمه المضيفات في مصر. أيوة للطيران. أنا بس اللي عايز أقوله والمذيعات المحجبات. لا، عايز بس أعدد ما يمش، أعدد وأزمة المذيعات المحجبات وأزمة النقاب في الامتحانات لما تم منع النقاب في الامتحانات. في قرار المجلس الأعلى بالمناسبة ممنوع. بس عشان بيتكلموا عن قانون. لماذا نناقش هذه القضية كثيرا وتنشأ أزمة الآن أيضا بعد طرد طالبة منتقبة؟ أنا لم أطردها وبتحفظ على هذا، هي اللي انسحبت. طيب، لما طلبت. بس عايزة أقول بقى والنبي بس يا أنا مش عايزة أقول نفس الأصوات اللي بتتقال من الإخوان. أنا عايزة أقول إنه هذا الزي مستحدث عندنا ولا علاقة له بالدين. أنا ما بناقش دين دلوقتي، والأستاذة شهندة بتتكلم عن حقها يعني بتدعس بتزهق حقي انا، بتهدره، بتنهيه، ودوله بتحترم نفسها
لازم تمكن كل ابنائها من انهم يعرفوا ايه اللي محيط بيهم. انا ليه استنى لما اتاكد ان هي مش ارهابيه، ولما اتاكد ان هي مش راجل، وان هي لو زي ما انا قلت مره لحد مسؤول في الداخليه وعايز منع النقاب يا مدام فريده. لما خليني اكمل بس، يعني لما واحده دخلت منقبه وسرقت طفل وليد من امه ما قدرتش تدي اوصافها، ده انا رايي ان ده يعني مخطط لارتكاب بقى حاجات باسم الحريه. الحريه انك انت تحترمي حريتك، حضرتك بتطالبي بمنع النقاب يا مدام فريده. حقي في ان انا اعرف مين اللي جنبي، حضرتك بتطالبي بمنع النقاب يا مدام فريده. يعني انك انت تيجي دلوقتي عشان دي حريتك تدهسي على حريتي انا ارفض هذا. ده مش حقيقي. هي بتسالك بس عشان ترجع تطبق القانون يا رب. يا مدام فريده احنا نمشي في امان، لانه الاستاذه شاهنده اكيد ست محترمه وانسانه وكل حاجه، بس هي عارفه ان في ارهابيين دلوقتي بيستخدموا النقاب، والنبي احنا مش ناقصين ارهاب. يا مدام فريده انا بسال حضرتك سؤال بعد اذن حضرتك، هو حضرتك بتطالبي بمعنى كلام حضرتك بتطالبي بمنع النقاب؟ أو طبعا بمنع النقاب طبعا. طيب طبعا النقاب بالنسبه لي تعدي على حريتي وتعدي على امن الدوله وتعدي على امن ده لوحده حقيقة، ده تعدي على الحريات اللي حضرتك بتطالبيه ده. لا انت دي ايش معنى حريتك انت وتدهسيني انا بحريتك؟ انا ما دهستش حاجه يوما ما قررت ان انا احط وشي ده ما ليش علاقه بحريتك اصلا. ما تبصيش على الناس، خليكي في البيت بقى، خليكي في البيت. لا ده حضرتك مش حضرتك اللي تحكمي كده، حضرتك ما تقوليش كده، لان احنا في زي احسن مني ان كل في مجالات كتيره جدا. عشان الاصوات بتتعارض مدام فريده، المصيبه اللي احنا فيها دي، مدام فريده اللي احنا فيها دي، يعني لا يبقى عندنا بقى لا فن ولا سينما ولا يا حضاره ولا احنا بنحترم الفن وبنحترم السينما وبنحترم كل حاجه وبنحترم الناس اللي لابسه حجاب. خلاص عشان الاصوات بتتداخل يا جماعه، انا من حقي اشوف اللي جنبي بس يا استاذ وائل، هو كده وبمشي عليكم على ضيوفك. طيب بتوجه ليكي بالشكر دكتوره شاهين، ده بتوجه ليكي ايضا بالشكر. استاذه ايمان رسلان التي ثارت من اجلها كل هذه الضجه، بتوجه لا انا عايز اقول كلمه ضجه بتاعت انا بقول لك بناقش القضيه دي جايز الحلقه 39 كلما حدثت ازمه بسبب النقاب. المره دي مش قضيه نقاب، المره دي ان احنا بقى عندنا ستيريو فبتقولي لها طيب مش عارف تنطقيها ازاي وكده وكده ازاي؟ ما اعرفش بتنطقوها ازاي، ما بعرفش انطق الكلام ده، يعني احب اتكلم بلغه بلدي. انه في وجهه نظر واحده ما كانتش وجهه نظرهم هم، زي فشيت هو كده يعمل لها لكم في السوشيال ميديا وافضحكم. هختمها حاجه واحده، يا دوله قانون ارجوك تمام، مش عايزه ازدواجيه، مستعديه بكره بعلنا على الملا ان اقف جنب حقك في ميدان التحرير اذا سمحت لك الدوله بان تتصوري بالنقاب زي كل دول العالم. معنى ان الدوله لم تسمح معناها طب لما الدوله لن تسمح ضروره سيدي، الدوله لن تسمح يبقى انت عليك ان تلتزم بالقانون هنا. لا. انت خارج اطار القانون. مين قال لك ده يوم ما يمنعوا النقاب في مصر يبقى ده واحده دستك بعربيه منقبه وهي صورتها دلوقتي في الرخصه مش منقبه وقالت لك مش انا. طب وحضرتك مش في ظابط برضو؟ لا هو الظابط مش موجود في الحادثه ومش هيبقى عندنا ظباط مرور نبقى ندور على حد. لو دستني واحده منتقبه قالت لك مش انا، اثبت لان اللي في الصوره غيرها. انا بطالب بدوله القانون، قانون على الجميع، تكافؤ الفرص للجميع، للمنتقبه وغير المنتقبه. زي ما صورتها هي قبلت عدم الازدواجيه انا بزي اشمعنى. طيب. انا اسئله مشروعه تحتاج الى اجابه، اتوجه اليكما بالشكر. هذه الازمه نناقشها ولطلبة الاعلام، كنت اتمنى المناقشه دي تبقى في كليه النقاب الاعلام من الواقع العملي، لا اناقشها من زاويه الجدل الديني، لانه هذه الازمه تحدث كثيرا. انا ناقشتها لما حدثت ازمه المضيفات المحجبات في مصر للطيران، وازمه المذيعات المحجبات في ماسبيرو، وازمه منع النقاب في الامتحانات، يعني ازمات الحجاب والنقاب بناقشها من الواقع العملي. الازمه بتحدث كثيرا وهنناقشها تاني وتالت. هذه الاسئله يعني هي مطروحه امام المجتمع لفتح حوار مجتمعي يتعلق بها، واتمنى على طلبه الاعلام يتعلموا من هذا الدرس بدل ما يعملوا وقفتها. دقه المعلومه، الحوار والطرف الاخر، ده اللي بنعلمه بعد الفاصل للناس. الحرس الجامعي، هل نعيد مصطلحا سيء السمعه ام انه طوق الانقاذ الوحيد الان لانقاذ الجامعات؟